بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية. فد الفقرة سنرى بعض المصطلحات المتعلقة ب لفخوي الفواكه لليجيم الخضر. أول فاكهة هنا لورانج، لورانج البرتقال، لورانج لا كليمونتين، لا كليمونتين، ثم لو سيترون، لو سيترون، لو سيترون، لا بانان، لا بانان، ثم لا ميغ، لا ميغ، لا ميغ. طبعا ممكن نتكلم عن لو ميغ يعني الجدار. إذن وعندنا لا ميغ، طريقة الكتابة يختلفان لكن النطق أنه متشابه شيئا ما. الفراولة لا فخيز، ثم عندنا لا فخامبواز، لا فخامبواز، لا فخامبواز، ثم عندنا لا سوغيز في حالة المفرد لا سوغيز، وبيان لي سوغيز في حالة الجمع لا سوغيز، ثم عندنا لا بيش، لا بيش، لا بيش، ثم عندنا لا بغيكو، لا بغيكو. إذا نتكلم على المشمش لا بغيكو. أما كلمة لا غيكو، لا غيكو المقصود بها اللوبيا، هنا عندنا لا بغيكو، لا بغيكو. ثم عندنا لا نكتارين، لا نكتارين، لا نكتارين، كما نقول الشهدية، لا نكتارين. لو كيوي، لو كيوي، ثم لا بوم تفاح، لا بوم، ثم لا بوار، لا بوار إجاس بعود، لا بوار الأناناس، الأناناس، ثم لو ميلون، لو ميلون، لو ميلون، لو ميلون، لا باستيك، لا باستيك، طبعا باللهجة المغربية نقول الدلاع أو الدلاح، ثم لو غيزان، لو غيزان العنب، ثم لا برين، لا برين، لا برين، كما نقول البرقوق، لا برين، ثم لا ميغابيل، لا ميغابيل، لا ميغابيل. على بولونجي، على بولونجي، بالمخبز في أول صورة لا باغيت، لا باغيت، إذا نتكلم عن دموع الخبز الطويل يسمى لا باغيت. ثم عندنا لو بولونجي، لو بولونجي يعني الخباز، في حالة مؤنث نقول لا بولونجير، لا بولونجير، لا بولونجير. ثم عندنا ان غاتو، لو غاتو، اذا نتكلم عن كعكة. ثم لا تارت او بوم، لا تارت او بوم، نوع من الحلويات كما نلاحظ دائرية ومسطحة تصنع بالتفاح. ثم عندنا بيتي فور، بيتي فور، بيتي فور، اذا نتكلم عن نوع من الحلويات بيتي فور. ثم عندنا با او ريزان، با او ريزان، با او ريزان. ثم عندنا بسكوي، بسكوي، ثم ساندويش، 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 اذا نتكلم عن نوع من الطعام يسمى ساندويش. ثم كوكيز، كوكيز، نوع من الحلويات بالشوكولاته. ثم با كومبلي، خبز كامل. ثم عندنا ميفا، ميفا، طبعا هنا لا نتحدث عن ميلفاي، ميلفاي، طبعا هذه تسمى ميلفاي، اما هذه فتسمى ميفا. ثم عندنا بريتزل، بريتزل، اذا نوع من الحلويات تسمى بريتزل. ثم عندنا ماكارون، ماكارون، اذا نوع من الحلويات تسمى ماكارون. ثم كما راينا ميلفاي، ثم بان او شوكولا، بان او شوكولا، بان او شوكولا، اذا نتكلم عن خبز بالشوكولاته. ثم عندنا بيني، بيني، ثم عندنا اكلير، اكلير، ثم عندنا بوتي بان، بوتي بان، بوتي بان، اذا نتكلم عن خبز صغير كما نقول بوتي بان. ثم عندنا بانيتون، بانيتون، اذا نتكلم عن نوع من الحلويات يسمى بانيتون، بانيتون. ثم واخيرا عندنا كرواسون، كرواسون،
كما نتكلم عن هلالية كرواسون. نبقى مع المخبزة على بولانجري. لامبلوي يعني المستخدم. بونجور مسيو كو ديزيريفو كو ديزيريفو ماذا ترغبون في ماذا ترغبون او يقول لك كاسكو جو فو سير ماذا يمكنني اخدمكم ماذا يمكنني خدمتكم كاسكو جو فو سير طبعا سير هذا لو فيرب سيرفير انك تخدم المقصود به خدمه اذا بونجور مسيو كو ديزيريفو أو بيان كيسكو جو فو سير إذا ممكن أنك تقول كزبون لو كليون الزبون بونجور مدام أو بيان بونجور مسيو يوم سعيد سيدتي أو يوم سعيد سيدي جو فودغي كما نقول من فضلكم أنا أريد لو فيرب فولوار هنا مصرف أو كونديسيونيل بريزون عندنا لو فيرب فولوار أو كونديسيونيل بريزون au conditionnel présent. Et donc, طبعا فعل أراد مصرف le conditionnel présent الذي يفيد من بين أدواره يفيد الأدب والاحترام. Je voudrais كما نقول أنا أريد من فضلكم une baguette. أريد une baguette خبز طويل ou bien deux croissants هلاليتين ou bien un pain au chocolat un pain au chocolat خبز بالشوكولاته او بيان ان ساندويتش ان ساندويتش ثم يقول سيل فو بلي اذا ممكن ان الزبون يطلب واحده من هاد الاشياء الزبون هنا ممكن انه يطلب ما يشاء من هذه الاشياء ثم يقول سيل فو بلي من فضلكم اذا كزبون ممكن انك تطلب من هذه الاشياء ما تريد ثم تختم فتقول سيل فو بلي Bonjour madame, je voudrais une baguette de croissant, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, je voudrais de croissant, un pain au chocolat, s'il vous plaît. Bonjour madame, je voudrais un sandwich, s'il vous plaît. Bonjour madame, je voudrais un sandwich, s'il vous plaît. L'employé, المستخدم, ou المستخدم, إذا أضفنا هاد أ الموجودة بين قوسين. إذا أضفنا هاد أ الموجودة بين قوسين. L'employé. إذا المستخدم وي مسيو اي افيك سوسي ومع هذا إذا عندما تطلب شيئا يقول لك هذا الكلام وي مسيو اي افيك سوسي بمعنى آخر ماذا تريد أيضا وي مسيو اي افيك سوسي نعم سيدي ومع هذا لو كليون سي تو ميرسي إنه كل شكرا المقصود هنا إنه كل شيء هذا ما أريده لا أريد شيئا آخر معه c'est tout, merci. إنه الكل. شكرا. إنه كل ما أريد. ثم je voudrais combien. Je voudrais combien. أنا يتوجب علي لك كم. Je voudrais combien. أنا يتوجب علي لك combien. كم. المقصود كم علي أن أدفع لك. Je voudrais combien. Je voudrais combien. L'employé المستخدم أو المستخدمة صفي 0.95 1.70 1.350 أورو سيل فو بلي صفي كما نقول هذا يفعل المقصود بأن الحساب هو على الشكل التالي صفي 0.95 هو أخذ قطعة 0.95 أورو ثم أخذ قطعة أخرى بأورو 70 ثم أخذ قطعة بواحد أورو الجمع هو 53 لومبلوي يقوم بالحساب هنا يقول صافي 0.95 1.70 1 ثم يقول له 3.50 أورو إذن اعطيني 3 أوروات ونصف 3.50 أورو إذن اعطيني 3 أوروات ونصف سيلفو بلي من فضلكم سيلفو بلي من فضلكم إذن طبعا الزبون يقول توني توني يعني خذوا أو يقول فوالا ها هي فوالا ها هي يقول توني طبعا توني هذه صيغة فعلية لفعل تونير تونير إذن ممكن أنه يقول تيان ممكن أنه يقول تيان يعني خذ لكن للإحترام يستعملون الجمع يقول توني خذوا أو يقول فوالا
أو يقول voilà voilà يعني ها هي. L'employé merci monsieur merci monsieur. إذا المستخدم أو المستخدمة تقول merci monsieur شكرا سيدي. Le client au revoir madame au revoir madame au revoir monsieur. ثم l'employé يعني المستخدم au revoir monsieur bonne journée. إلى اللقاء سيدي يوم سعيد. ثم ننتقل إلى جانب من لاغرامير كما نتكلم عن قواعد اللغة. طبعا في إطار الحوار عندنا مجموعة كلمات سنصنفها هنا. إذن عندنا نو ماسكولا إذا نتكلم عن أسماء مذكرة مثلا ان كرواسون ان كرواسون كلمة مذكرة ان بان او شوكولا كلمة مذكرة ان ساندويش كلمة مذكرة. ثم عندنا كلمات مؤنثة نو فيمينا ان باغيت. ثم عندنا ان بريوش ان بريوش ان بريوش ان بريوش اذا نتكلم عن هذا النوع من الحلويات ان بريوش. ثم عندنا ان بارت دو تارت ان بارت دو تارت او بوم او سيترون ان بارت دو تارت او بوم او بيان ان بارت دو تارت او سيترون الى غير ذلك. اذا نتكلم عن جزء من هذا النوع من الحلوية التي ذكرنا فيما سبق الدائرية والمنبسطة إن باغ. إذا نتكلم عن جزء دو تارت من هذه الحلوى أو بوم مصنوعة من التفاح أو بيان أو سيترون أو بيان أو سيترون المقصود أن مصنوعة بالليمون. ثم عندنا دي نون بلوريال دي نون بلوريال ثم عندنا دي نون بلوريال. إذا نتكلم عن أسماء في الجمع مثلا دي غاتو اذا نتكلم عن كعكات. فوكابيلير اذا نتكلم هنا عن مصطلحات بمعنى اخر فوكابيلير. عندما نقول دي فينوازري دي فينوازري نقصد بها مثلا ان كرواسون او بيان ان بان او شوكولا او بيان ان بان او ريزان او بيان ان شوسون او بوم. اذا هاد الحلويات كلها تدخل في هذا المصطلح دي فينوازري دي فينوازري. اما عندما نقول دي غاتو اذا يدخل تحتها ان اكلير او شوكولا كما راينا او بيان ان ميلفوي ان ميلفوي او بيان ميلفوي الى غير ذلك. اذا هذا فيما يخص الفقره حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.